يدوية وحرفية بتستخدم كهدايا للمناسبات أو لزينة للبيت بكرات منزلية زي هيك. أنا حابة أشارك معكم قصتي لأني شاركت في برنامج دعم الرياديات في الخليل بالتعاون مع شركة المينا كاتاليست بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعامل الدولي الجي أي إس لانطلق في مشروعي. بالفعل حصلت على مجموعة من التدريبات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، شملت التسويق والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية، وأهم إشي فن التسويق الإلكتروني، لأنه هذا إشي حلو كتير وفادني بمشروعي لأنه بيعتمد كتير على مجال التسويق الإلكتروني. كمان ساعدني البرنامج في بناء خطة عمل وبناء خطة مالية شاملة لمشروعي. كمان ساعدني البرنامج في حملة تمويل جماعة الكراون فاندينج في أمريكا لأبدأ في انطلاقة مشروعي. كانت معظم التدريبات مع خبراء من خلال سكايب بسبب كورونا والإغلاقات اللي كانت في البلد، بس هذا الإشي ما أثر على جودة التدريبات والاستفادة منها، بالعكس كان الالتزام كتير من المشتركات. كمان ساعدت فكرة التوجه للتسويق الإلكتروني على انطلاق المشروع والوصول لأكثر عدد أكبر من المشتركين. ياريت هذا البرنامج يستمر في التشبيك بين الخبراء والريادات الأعمال، لأن الاستفادة كتير كبيرة منه، وهذا الإشي ضروري في ظل الظروف الصعبة حاليا من كورونا والضائقة الاقتصادية على الفتيات الفلسطينيات. وشكرا جزيلا.